فقد تمكن فريق هايبرلوب تحت إشراف خلف الحربي هذا العام من تبسيط فكرة موقف قطر ومرتزقتها تجاه السعودية والإمارات وخاصة المملكة. هذا المشهد الذي عرض ضمن هايبرلوب على قناة MBC يخص ازدواجية قطر وتناقضاتها، والأهم أنه لخص كل هذه القضية والازدواجية اللي فيها. ولذلك في أحد المشاهد نقل لنا فريق العمل مدى التناقض اللي شاهده الناس حقيقة على قنوات قطر وخاصة الجزيرة. ففي الوقت اللي ينتقدون فيه الحفلات الغنائية، ينتقدون فيه المسرحيات الترفيهية، نرى أنه قطر تعمل على هذا الشيء وبطريقة تفتقد للروح الإسلامية كما يقولون. ففي الحفلات اللي تقام في قطر يسمح بالكحول ويسمح بأن تلبس النساء أي شيء، وهذا يناقض ما يقولون. أما في مشهد آخر، ففي الوقت الذي كانت الجزيرة هي من تحرض على إيران، أصبحت اليوم حامية العرب. وفي الوقت الذي كانوا يمتدحون منفذي غزوة منهاتن وفق ما يردون، اليوم يتهمون السعودية أنها هي من كانت خلف هذا الفكر الإرهابي. هدي لي حالك، اشرب مي، اشرب مشتت، اشرب مي. هلا بيجي الدكتور بنقالك حل كل المشاكل. تخافش هدي لي حالك. صحة. مرحبا، اهلين. كيف حالكم؟ اهلين معلم. مين البغل هذا اللي بجنبك؟ هذا زلمة تبعنا عنده مشكلة نفسية. شو ماله؟ الدكتور حكاله انه عنده مشكلة تصادم قناعات. شو هذا؟ هذا الدكتور قال انه من كثر ما تعمل له برمجة في دماغه ضرب. كيف ضربت. يعني فهم. انا بحكي لك، هلا احنا قبل سنتين فهمناه ان ايران دولة عدوة للخليج. بالضبط. وبعد سنتين رجعنا فهمناه ان ايران دولة مقاومة، وكل هالكلام شماعة لانقاذ اسرائيل. والله ما فهمتش ولا اي شيء منك. اعطيك مثل ثاني. قول. قبل سنتين فهمنا ان عاصفة الحزم الهدف منها انقاذ الامن العربي وانقاذ اليمن. وهذا صحيح. بعد سنتين فهمنا وحشيناه ان عاصفة الحزم عدوان على بلد عربي. بس هيك؟ لا 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 لا، مو بس هيك. فهمناه ان السعودية لازم تتخلص من مظاهر التشدد الديني مشان تتخلص من الارهاب. ونجحت السعودية، رجعنا فهمناه ان هالمظاهر لازم ترجع لتحافظ السعودية على الهوية الدينية. عقله ما تحمل كل هالكم فضرب. احنا ما عملنا شيء يا زلمه، ما انت حمار وهو احمر منك. احنا يعني انت لما بتستاجر دكانه مو بحقك انك انت تفتح فيها اي شيء بدك اياه، محل فلافل، محل مغسله، اللي بدك اياه. ما هي ما احنا عاملين معه نفس الشيء، استاجرنا دماغه المعفن وبنحط فيه اللي بدنا اياه. هيك هي. بس دماغه ما تحملت يا معلم وضربت فيوزاته. يا زلمه انت بتفهمش، حمار بضل فاهم فيك وبدرس فيك لحد ما بتفقع قلبي وبتجلط قلبي. يا زلمي هذا الزلمي لعبتي. مين بجيبكم؟ مين؟ أنا اللي بجيبكم، وأنا فاهمكم وفاهم كل العالم المعفن هاي. ولا؟ أيوه. ركز معي منيح. مركز. فاهمني؟ فاهم. عيونك في عيوني؟ ها. أنت بدك زيادة راتب؟ احكي! بصراحة أيوه. حمار، أنت وياه حمار، حمار، هو أحمر منك. ومفهوم الدعوة. زيد راتبه $1,000. منيحة $1,000؟ شوي زيادة، عندي مصاريف شوي. أعطيه $1,050 وبدي إياه كل 3 دقايق بتغير قناعته. أكثر من هيك يلعن أبو تفكيركم. يا زلمة شو هالمخ؟ شو هالمخ يا زلمة؟ الله يحفظك لنا يا دكتور، الله يخليك. أنا بستأذن وبمشي، وقناعاتي وتفكيري كله ملك لك. قوم إنت لا. مع السلامة.